تغلط يمين المدعين والمدعى عليه. تغلط بلا ما نشوف كيف تغلط يمين المدعي والمدعى عليه. تي تغليس كلام أو يبقى أوكي كلام تغلظ يميني مدعين ومدعى عليهم تغلظ وجهي فيما ليس بمال ولا يقصد به. ظلم آمن فعل بلا مجهولة مصدر كلينا إعراب كلية إعراب كلية يبزر إذا تغلظ بها تغلظ أجي إعراب الدركة صبر بك أجي إعراب الدركة اي طبعا تغلظ يمين المدعين ومدعى عليهم تتغلس كني فيما ليس بما ولا يقصد به ما اصلا تشتيك لنا مال ده وخصم مال في نيك كني تغلظ يميني تك مثلا كد تشتيك لنا مال ده ونقص ده مال ده كدعوة دمي دعوة كني ونكاحي فلان كسر حميد زوجان ديها دعوة نكاحية وطلاقين ورجعتين وإلائين وعتقين وولائين أسلام وليوان ووصايتين ووكالتين أتوكيل يا وصيمة وفي مالين يبلغ نصاب ذكاتيش تغلظ يمين مدعين ومدعى عليه فيما ليس بمال وفي مال يبلغ نصاب الزكاة يعني نصاب الزكاة خاصة 20 مثقالا 20 مثقالا تمام يعني 20 غرام زرع ذهبا أو 200 درهم فضة يبصد درهم زيف ولا تغليظ في ما دونه وش ما دون نصاب زكاة تغليظ إلى أن يراه القاضي قاضي ربنا لجرأة في الحالة يعني ملكي جرأة ويا السرسون دي هي أما شكو كارج بدها قاضي شمه فلو ذلك لبنيا نصاب زكاة بجي قاضي قريب ده بناء على الأصح أن التغليظ لا يتوقف على طلب الخصم تغليظ موقوف الشرط طلبا خصمين من الشرط طلبا قاضيا قاضي قاضي بل وسبق بيان التغليظ في كتاب اللعاني ترواصلت بيان التغليظ في كتاب اللعاني ذا تغليظ بزماني وهو الزمان يجي زمان التغليظ بعد عصر الجمعة مثل عصر مزعيني تيميرام أصابه بزمان يعني أصابه هو المكان مكان جيك عند منبر الجامع فالمنبر جامعة مثلا في تشارشي يعني فيأتى هنا فيأتي هنا فيأتى هنا إبني تشانيا فيدر إبني بد من بني والتغليظ بما تغليظ بالزمان ومكان مستحب وكذا تغليظ وكي تغليظ بالزمان ومكان تغليظ بزيادة الأسماء والصفات المذكورة هنا كذلك أسماء وصفات المذكورة في ذكر كمين أو يبيا هواي تغليظ بوان جي تغليظ اسماء وصفات شو سيدا؟ ها؟ اسماء وصفات أبي اسماء يقول زيادة مثلا صفات دي بجد كان يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية أو كلمة أظلم آمدا سيدا وكذا بزيادة الأسماء والصفات المسؤولة هنا معهما كذا بك وكذا بزيادة وكذا
بزيادة الأسماء والصفات المذكورة في هنا كذلك. شكرا. أو يجوز هذا التسكين يعني بعض الجعان لا. تمام. إذا أوانا أبا. من؟ ويحلف على البت في فعل إثباتا أو نفي. كرناوي به والله يا مكرية يا منكرية وقص. كما لأنه يعلم حال نفسه كرية نكرية كنزا. وقلوا. تقول شو يوم؟ ها؟ ويحلف على البت في فعل إثباتا كان أو نفي لأنه يعلم حال نفسه تمام؟ وش؟ قد تشوف والله في شيء مكري يا منكري يا اخي. يعني وش؟ يعني بلا اوكي سونا يعني ب تعجتي مع الاخي سونا. نعم. وكذا فعل وكذا بقول ويحلف على البت بفعله وكذا فعل غيره اي على البت ان كان قتل غيره اسمه. مثلا لانه يسلم الوقوف عليه اثبات وقوف سريع. يعني كسيم في كذا هاي كريه. صون دخول سريع كسيم. ابي والله كريه. اما وان كان قتل غيره نفيا صون وقوف على نفي العلم. ها مشيت. انت بكب بيوي كربه. نظام يعني بكرناوي هام شيء خبردار لنا. لأنه لا يعلم كريا نقيا لا نقيا. أي أنه لا يعلم. لأنه يعصي وقوفه عليه. أزرع. فعلى النفي العلمي أي أنه لا يعلمه. يعني أو هاي مشيتنا يعني علمية تمام بكرناويتنا. وإن كان نفيا فعلى نفي العلم. كما سنة في علمية أي لأنه لا يعلم شو كذيان نزانك كذيان كما لأنه يعصي الوقوف عليه فالسد كرنا حوالي سحمتا ما تسانك كذيان نكذيان أزلان يعني أبي صوت بخير ببقوا هايا مشي تنك بيا كذيان هما بيوي دبكو كرب دبكو بيوي كربا مالي ولو ادعى دينا لمورسي تمام بي والله ديني باب من للتبو تمام فقال اويجي قو ابراني يعني باب دائما مبين الكرية مبين الكرية حلف على نفي العلم بالبراني ذكر بي والله التي بي والله امن تبين الكرية اتبي خبرتات لي اتبي وهو صوت على نفي العلم بالبراءة حلف على نفي فعل غيري. طيب. يعني بابي ويش تشتكي ليه؟ أو نزانة؟ نعم. بديني بابي ملتيا. ميريكي دبيكي بابي تا مش ديني خود بيريكي ليه؟ بتشتا ناصي. أول صوت بجا أنت كنت بيريكي بس بخبر ضني. ايه طبعا وهو حلف على نفي فعل غيري حلف نفي كرنا غيره يعني كريا يعني كنكي يا بابي ما كريا هاي مش جتنا ولو قال يكيكو جنى عبدك علي بما يجيب كذا تمام عبد الدزارة مكريا أبقى صوت زرعه ضايع من هيك. ومثلا أنا بقى من زرعه ضايع هيك فلان. خلاص حلفه صوت ضوية على البث في شرق تحيته. لأن عبده ماله وفعله. وفعله كفعله. لأن عبده ماله وفعله كفعله. لأن سيدنا لأن عبده ماله وفعله وفعله كفعله. أوصل ابن الله. عبد المالية كرنا عبد كرنا. أوصل ماذا؟ قطعي صم أول. و
والثاني ينظر إلى أنه فعل غيره ناوج بعبد النمل في الشخص المرمونك يعني بعبد غوز كده تير تبنى أما جبكو أبيع جي صورنية وقا كوري من بها رسل رأيك أنا كولي من كشو سر رأيك كت وقا كوري من بها رسل رأيك كت زراوي من مردش بيره يعني جبيه بجبوري البرمسون وقا صبيبه مرسول مغلوب على قدر المرسول ليكو كولبة كولبة مرسولة ها ليه قلت أخذ من الراتبية في الشرح أدبيمكي ولو قال يدقو جنت بهيمتك ولا إيش إسرتك دي نوا بقجمن يعني على الفاشون بخو على البت سرقت يد قطعا قطيزا والله كما لأن ضمان جناية جناية بيمي بتقصيري بتقصيرا من الإديار من الإديار من من لا بفعليا لا فعل حيواني يعني جناية وين يعني او بفعليا يعني بنجرينا ده نكري اخر او نكري جي و اشتر امايا ريش كتشه كتيا باخشه كتيا باخشه فرنجي بول ازورام لا بفعليا متعقب شو بايا تيجا لا بفعليا لان الضمان جنايات يا ضمان بتخسيري ضمان لا بفعل يعني او كرنا وينينه كرنا حيوانيه اما جبت او سبب ضمان ضمان جنايات بهيمي تمام بلوي تخصيلات يا فدي بي اما بو وتخصيلات كي يزاوينا هذا بكره زلاوي مني كوكوري مربي بتشوك يا كولي مربجي او يب تخصيلات يا مربي هذا الزرع كيف كان عين وكبي حيوان يا والله عود بيات بي حيوان ده باشا كوري بتشبناك كوري بتشبناك دونانا ايه بتحصيلات يا مربع اين يا مربع يا يكي دين ازوان دين بر دين مرب دينك يخبر ده دين دينك يخبر دي وي ديني هرا زرار كي بكه اوجع اين يا ايه مربع ويجوز البت في الحلف بظن مؤكد يعتمد قطه وخط أبيه. من؟ جائزة قطعية الصنديدة بظنك ودليه أو ظن قوتي يعتمد خطه أو خط أبيه بخط بيه خط بابية. وتقدم في كتاب القضاء الباصلو ستر باصلو جواز الحلف صنقرنا اعتمادا على خط مورثه اذا وثيق بخطه اعتبار خطه وامانته. يعني زين شباب. اما خطاطه خطيها خطيها ناصك خطيها ناصك. جبل خطيها تقول خطي معلوماته ام تم ناصك ناصك. ايه ناصك. بمر خط ما تبين مركارة ببلد يا خطيبية احتمال سر خطيبي احتمالي ب ويا بلاس ملكي راس الدوري دنيسينا فلانا ك يعني دراو مروانا ك مركارة جبل براسو لا لا زاريبي زاريبي ديانم دبيبي ده دبيبي ده رامن ياسيا ويبين كفاية قوتية بري ملك فلان كسي اعتمادا قبلا سر خطي بابيخو ويا اعتمادا قبل سر خطي خطي منين خطي مورسي بيانو ايه هاد يا جانا قلتم صدقك وتقدم في كتاب القضاء جواز الحلف اعتمادا على خط مورسي اذا وثق بخطه وامانته مورسيه وتقدم في كتاب القضاء وتقدم درباس بكو نقل الشيخين عن الشاملي أنه لا يجوز له الحلف احتمادا على خطه حتى يتذكر. أبي أنت أقول. خطه يجوز بنفسه.
درباس بيا نقل الشيخين نقل كنا الشاملي وأن شانب لا حلف اعتمادا على خطه اعتماد سيزيقه حتى يتذكر حتى كبيرايك يجب بيان الإنسانية فلان طريقه أو هو هواي آهيك ورسول مخابره تمام وتعتبر نية القاضي المستحلفي للخصم معتبرة احتمال كنين نية القاضي المستحلفي بالطلبة حس على تلك للخصم مش خصم لا نية القاضي هنا يعني صندي نية القاضي فلو ورى أو تأول خلاف نيته أو استثنى بحيث لا يسمع القاضي لم يدفع ذلك اسم اليمين الفاجلة. يعني أزولا نية القاضي صن خورنا وين؟ أو جي ده صن ده خدا جواز ده خد جواز. يعني تأويل دك يا شرط ده بري. كينا دك جبنا بصن ستيف دري. جبكو قاضي نيتا ويبن امنية نيتا قاضي ويبن امنية اميا صندا كا شو واجبو جبني صندا فاجر درناي او يشتطنا بعيش لا يسمع القاضي بيانسا جبه قاضي بنت او هوا صنخي او يشتنا كي تخوي درين بي إلا او ها شكيوا بلك دنجا القاضي يعني اذيا لم يدفع ذلك اسم اليمين الفاجلة دفع صندا درونا بنا صندا درونا çünkü قاضي بچن نیت دیوید ده صندا با به قاضي بخافینه یعنی که تأویل او یا خود کنایت او فلانا سر خود دفع بکه نه صندا صندا خورنا داروتي ناب بناه ويش يقدرنا وفي ذلك ذي قصيدة حديث مسلم اليمين على نية المستحلف نفس نية حالف يا يمين لسان نية إكو طلبة صندتك ذبيك أبيع حمل على القاضي وش يعني مستحلف كيف طلبة حلفتك أجل جم الدعية أجل جم الدعية مستحلف قاضية الجوري نية قاضي جبوا شو هاي تدرسون دي تبيعوش يعني بتشبه جوا تجبر صندي تجبر بناء دلنا مال قال في الروضة إذا حلف الإنسان ابتداء أو حلفه غير القاضي من قاري يجد الله يجي أو خصم أو غيره ما فالاعتبار بنية الحالف وتنفعه التورية تورية منفعة ودة تبقي قاضين خشا إذا حكم تمام مستحلف مثلا لا لا مستحلفتنا مستحلفتنا هم بيش خصون لا ما نك مستحلفتنا مستحلف هي أما فقط قاضيني والله يجي تمام والله يجي من ومن توجهت عليه يمين من يكيك صند بريخ صند بريخ يعني صندك بريخ بديك في الدعوة وفي المحرر والروضة واصيا بذل يمينين دعوة ومن توجهت عليه دعوة تمام نقول تيد ومن توجه عليه دعوة لأن دعوة كبري خبتك ده مش كون دعوة بري خبتك مدعينين مدعى عليه مدعى عليه أنجح مدعي شادي وتنم يمين تسر من أنشا من ومن توجه عليه دعوة ويا يمين أمر لم لو أقر بمطلوبها ومطلوب اليمين لذيما. تمام.
دغمي بي دغمي. يعني مثلا تبدي صمغي ك افندم وافقى بفريق فلان ملتي هذي افقى بفريق ملتي ونلتي تصمغه او شيء يبي حلا فريق شما صمغ تمام اي بدا اي وش هو يبي فريق بدا تمام اللي قبل الذي ما اقبل النظر تمام فان انكر بنوالتنا على قول الصمغ اما تقين وهي اما فانكر حلفا فإن أنكر حلف تمام إنه هبعش من كما لحديثة پیغمبر إما صلاة والسلام خدا السليم وآل بيته وصحابي من آمين پیغمبر إما صلى الله عليه وسلم وتيكي البينة على المدعي واليمين على من أنكر والله أبو البيهقي مغاربا بينة سر مدعية يمين على من أنكر خش خش یک دعوتی بگه شالی خوبی نه یک دعوتی بگیر نه این سوند خوب خوشی بدن. تمام. و فی صحیحین حدیث الیمین و علی المدعا علیه جبل. آه اوجیه. تمام. نگوته علی من انکر نگوته علی المدعا علیه دا اشکر. ای راست. تمام. ولا يحلف قاض على تركه الظلم في حكمه ولا شاهد انه لم يكتب ولا يحلف ولا يحلف ابرا ولا يحلف قاضي نعم قاضي سيدا ولا يحلف سيدا ولا يحلف قاضي اريد بالشدة ايه ناي قاضي ناي ناي صنداين قاضي وأفن نبدي صن بقول كت ظلمي نك تحكم يا خدا بيا ويسون نك يزا ظلمي شي قاضي ناي ولا شادي وظلمي شي شادي جناي كي كت صن بقول ب أد شادي يدم أدرا وجناك أي صدنا ظلمي شادي يا خدا شما لأن منصب منصب حكم وشاهد يا بذلك انجلش بشرى دمك وطق اعتبارا مرت ني اجل دولة اسلام او مقام او مقام جرح الظلم تدا ني كرم او شهاداتي جرح ور تدا تنمن يعني او مقامي وي شبي لك كلمه بيج كلمه تفايق جمشك اه ام او ما الى كم ضروا فر نعم اذن عم نقول شيء عدد شنو ام شنو مقام او مقامي مقام يعني لا مقام ظلمي مقام عدالتي الاسلام قانون الاسلام ب هيك وجود ربي تعين كرني انسان دينداري وهر هوا يقول دين يقول تق يعني ترجع هو الدين يقول كن نسال حياة تقو أوان إنسان يا أوان إنسان أردت نكاري بيجي كنت تسوم بقول تزلم ناكي كاري بذب حقيقة تنعي أنا بقول أو من شهادك أو قبول بكن أوان شهادة إنسان متقين دندار أوان أرى يتبه ولا تقرى نكر تقرى ناكي أو يتكاري نعم تو إنسان كيف كي شوفين عربي أظلم زكيت جاء تو بيش قرأ تو قضاء نكيا قروش خوك و قضاء بكا شما تشي سر عربي يعني او مقام وي وي تشتي لخو او هناك إجابة تو يدي صنده ناكا بل كان بقل او مقام بيقول إسلام بيبرا بلي بلي ازونا ام ديمقراسي ناقويننا ام إسلام ناقويننا كرم بقل من ولو قال مدى عليه مدى عن عليه ولو قال مدع عن عليه يعني هرانج مدع عليه مدع عليه ببجة ابدع والد ذكرني أنا صبي ومحتمل كما لو صبي جوجيا لم يحلب نايدا صندي محتمل شيء ما نسيلا محتمل يعني برا صبي محتمل محتمل احتمالك صبي جوي هي تمام يتقال لي تمام شخصي مدنيري يعني نوبيكم عملي مزنة لا تمام
أبيا لم يحذف نايش هنطي. تمام. ووقف الأمر حتى يبلغ. تمام. فشيك بالغ بو فيدعى عليه دعوته. خش. تمام. واليمين صن خارن تاكي ملك صن تيخار تزيد قدر خصومتي في الحال. شو عندك دعوة قابل. واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال أبا لا براءة براءة قطع الخصومة فإذا قطع الخصومة فإذا براءة يعني يقرأ بس براءة صون لغة لبا خديجي يستيو درناي أو جبني مسؤولية درناي نفسه صون در طبي طبي يعني صون خارن دعوة راتك فقط حياة الشيبي دركت أبعقني فلو حلفوا ويداسون دي نوارا ويداسون دي سما قام بينة بمدعاو فاشي الشهادة دخوش كي اشتي كنت بيت ده كراضي مليه الشهادة دخوش ده كراضة دايكي حكي ما بيا ابي حكم كرني بالشهادة لما دي سون داي برادي ولو قال المدعى علي الذي طلب المدعي تحديثه اجل مدعى علي يبدع والذكرني الذي طلب المدعي تحديثه مدعى علي مدعي فضى جدا صندي اجل قد حلفني مرة جارك مدعى صندي على ما يدعاه سري ما يبدعواتك دمدعى صندي عند قاضي أجاب كوساب بشاء فليحلف أنه لم يح لم يح يحدثني براسون بقوكو من هذا يا صندي أجرى وابكى مكينة من ذلك يعني من؟ يعني مدى عليك تمام وقو أبي مرضي عنك أنا بدعوة مدكة من باحة كبه يا صندي ومثل صون فوريا ايجا اجاكم من ندا يصون دي بلا صون بخوك من وين ندا يصون دي عم ايجا جرى صون مكينا من ذلك ابي ميركي ابي امكانا ابي امكانا تيتاكي مكينا من ذلك ابي امكانا قريبا ديكي ايجا ربا صون بخوك ومين ندا يصون دي يعني ابي امكانا مربو ديكي افن امي يبدا صون دي تصون بخوك وين ندا يصون دي خوش في الأصل كما لأن ما قاله محتمل غير مستبعد. دبا دبا كصون قربا. إمكان لي يعني دبا كجارك بربا بالمحكمة كمل با حكم بدابة صون دي ولا. من خش. والثانية المنع. قال شيء الصحيح قلت أن نكاري أبي إمكان من غدي كما لا يؤمن أن يدعي المدعي أنه حلفه على أنه ما حلف. شمكي مال أمينينا ومدعي دعوة بك أو مدعي دعوة بك أن يدعي المدعي أنه حلفه وداية صندي على أنه ما حلفه نوالا أو بيوي داية صندي أو يصنفوه من وين داية صندي إيه إيه قابل ستة دولة تسد في النقل أنه يدعي المدعي والثانية المنع أبي كان ناضي كما إذا يؤمن أن يدعي المدعي دعابك المدعيك أن يدعي المدعي أنه حلفه أو مدعيك مدعى عليه يعني المدعي هذيك مدعى عليه ودبيك مدوي مريد يصن دي إجاء أبي الدنيكاج دعابك أنه ما حلفه أو يصنغه من هذا أمين نعم وهكذا ببيع ويدوم كان فيدور أمره ولا ينفض أمر الدوام بك يعني دوران بك جويت شوي جويت شوي دوتشين ما شدو خطان كان من كان أبو من كان أبو جانبي أنا سيد أزرم دوام كان دوام كان شيء بيهم
ويجيب جواب بقيل الدين لعدم سماع ذلك من المدعي لئلا يتسلسل. أما بمكينة وبلا أوجار دقر صنبه أو إمكان ينظر. وإذا نكل المدعى عليه عن الحلف المطلوب منه. تمام. واختكم مدعى عليه بدعوى لتكرني أو بكرة جوي صندق جيت طلب كرني صندق. حلف المدعي المدعي صندقه لتحول الحلف إليه. نور. جبت صندق تتقرب عليه. وقضي له أجر بحقك. ولا يقطع له بنكوله. صادجة وأما في صن نقواري ومدعي صن نقوى أما في صن نقرنا مدعى عليه أم إقنا في صن مدعي. يا راست. لأنه عليه الصلاة والسلام أغنبرنا الصلاة والسلام لفرد الإبن رد اليمين على طالب الحق طامن كيف طلب حقك ومدعية. آمين. مدعي رشاد خاصية شايف نتنب. مدعى عليه رقودة يمين أو يشون نخوانية. في عمل تكاش مدعي رقودة شون نخوان. رد نور. من رد اليمين على طالب الحق رواه والحاكم وقال صحيح الاسناد. تمام. اسناد صحيح. من اذا كتبي صون نحو والنكول نقول ابا ان يقول انا ناكل. تمام. الصندوق كنا نقدس ما صندوقنا. تمام. انا ناكل. او يقول له القاضي احلف مش قاضي جد بصنبه فيقول لا احلف بصنبه. فقوله هذا قلنا ويقول لا احلف نقول. تمام. أقرا صندي. نعم. فإن سكت قاضي جد بصنبه حكم القاضي بنقولي وبصنبه ويحكم بكتب وصنبه. نعم. إذا لم يزل كون سكوته وقت ظهرنا بسكوته لدهشتين يعني بكتية هيجان ميجانكي أو غباوية يأخذ قفيناش ولا طامنا يمزينا. أي من يعني صورناك يتنب. تمام. وقوله أي القاضي في المدعي يحلف. تمام. المدعي رد التصنف هذيا حكم بين كله اي المدعى عليه ومدعى عليه صندي بقرية في سكوتي سكوت اخذك بما صندي بقرية معنى يا ابي. صندي بقرية يعني حكم بري صندي ده مدعي. ده مدعي. من؟ وفي الروضة كاسيا أذياب أوها قد قد وقوله للمدعي يحلف حكم بالنكولين قد قد نازل منزلة الحكم. نك حكم كبد دوسا يعني كبد دوسا من نكولي يعني وقد روى وقع نكولي كبد نعم. واليمين المردودة. من؟ يمينة كش مدعى عليه في ردكني ببال مدعية. تمام. وهي يمين مدعي بعد كل مدعى عليه. تمام. يردها هو أو القاضي. تمام. أبرد يميني مدعى عليه ببال مدعي بقى رضا بيمينتك هو
يا أودي نسبه يا قاضي مدعى عليه ردك تمام بلا سنة خبرا سنه تمام سنه وجب الميكي تمام أو القاضي يا قاضي رد تمام فرقنا معنا في قولي نوانا واليمين المردودة في قولي كبينتنا الله كبينتنا وقع الشهر وقع الشهر يا منا من وقع الشهر وقع الشهر أنا أنا وفي الأظهر من دقولي أظهر دا بيوك شهر يا شهر ويقع الشهر دا بن جمدعي جمدع عليه مالدسين التمتعي تمام إذا وفي الأظهر قول الأظهر ده شيء إقرار للمدعى عليه. يعني وكيكو إستيكو تا سون ها سرتا تنقل تقول برا أو سون ويا خاضي سون دي دا سري تا سون نقل وكيكو تا إقرار دي كي جيب يعني مدعى عليه مدعى عليه إقرار لك إيه راستك سون نقل معنى ويقوى يعني لخوي ماني إقرارتك فلو أقام المدعى عليه بعدها تبشتي أقام بينة بأداء أو إبراي تبشتي كسون دي نخوال سون دا مدعي تبشتي قوي سون دخار دبشتا راكر شاهدا كوفي مالي واتا يه ويا من بيجي مالي بيري كي يا شادم بانا لم تسمع على الصاني وكا بيني بنا يا قبول كي يعني اشترى بوصون ودا صون نخون جوي را بوصون خون دبايا تش شادي خطينا اي نوم عندي شادي عندي حكم مهات كرنا ماني وما قول واليمين المرضية في قول كبينة وفي الأصغر كإقرار المدعي وإقرار المدعي بأنه يصح مان دخول بنمسا مان قولي أول واليمين المردودة في قولي كبينة وفي الأظهر كإقرار إقرار ما لم تسمع شهادتك قبول تقبل تدري تهتر مان ثم لتكذيبه لا لتكذيب أمريك لا الشهادة بينها بإقراره بإقراره وتسمع على الأول وكي بيني بقبول يعني أو بينه وها أبي يجب بينه ودينا بينه وبينه هر شو ما سقولي أول ما جماعة فإن لم يحذف المدعي ما قاضي جمد عليه وصوم خا صوم نخو قوم الدعي تصوم خا بدلته ويصوم نخو نوارا من لم ولم فإن لم يحلف المدعي مدعي صون نخوة ولم يتعلل بشيء شما صون نخوة علتي هو جناني يعني شما صون نخوة مجنكو سقط حقه من اليمين تمام قبل صون دي راتبة تمام وليس له مطالبة الخصم أرض الخصم رجلك أدعم تمام دعوة بشي خد دعوة كد ولا واجب قيمة الدين نكو دعوة بخد يا وليس له مطالبة الخصم بيمينه أو نقول ببرا أو صوم خوان هما ولو أن يقيم البينة تذكر الشهادة بنا كار الشهادة بنا ما نقول بيت صوم بخي وكتب كار بيت صوم بخي شهادة بيشتنا دعوة خدية شوى وإن تعلل بإقامة بينة تمام أجل أفندم أصول ناغب تشمكي بشهادة راكبية تمام أو مراجعة حساب ولا أتشكى على بنر من المال دفترا من أي مديش تسيدا نني صمد تمام أجل تشكي واب أمري لسلاسل أيامي سيوجا من ملتب تمام وقيل ابدا يعني لان اليمين حقه
تكون حقيقية فله شرائية تأخير التأخير على يمينه إلى أن يشرع حتى تكتك كالبينة يبقى الشرع أبداً شو يعني أبداً؟ حقيقة لأن حتى كين يبقى ها ها إلى أن يشرع كالبينة طب بشكل مدعى عليه سنه قاضي سنه دا سروي طب يعني سنه وشي بسنه بقبل مان مان وفرق الأول بأن البينة قد لا تصعد مان لأن الشهادة رجيناك ولا تعذر مان عذر جنا نفسه مان واليمين إليه صن بباليما يعني سمي الدعية تمام وإن سم هذا المدعى عليه تبو ذاك عظيم الدية يكره تمام صادقة تنانا تبو صوم بغور أولي قوالا فرصتي بدن تمام وإن سم هذا المدعى عليه حين استحلف وقت الطلبات لوندي جي بيكر لي لينظر حسابه لم يؤمن إلى أن يرضى المدعي حضور أزمة يعني جم الدعي را مهلت هي جم الدعاء عليه را مهلتنا أري طب أنت مدعي في راسي بدل مدعي قد حقا طب طب تدير بي حق مدعي دعوة لتكرني تكارا بجاهز ترى بصبر حق دمين حق صاحب السلطان تغير أوا مالا وإن استمل المدعى عليه حين وإن استمل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه لم يهم إلا أن يرضى المدعي ثم لأنه مخبول بطلب الإقرار أو اليمين أو اليمين بخلاف المدعي يعني أو تزور لا مشكلني يا تقبل بك كابدين لتي يجي تزور مهلتنا بخلاف المدعي المدعي كي دعوه بك دعوه دعوه يتقبل وقيل يمهل صلاة ست أيام. كلمة داعي. سيرجرب تيت تصدعيجة. كلمة داعي مالك. من عليه ديب مهلته وكذا. كلمة داعي كوام مدعي سيرجرب مهلت ضيج برجة. مالك. ولو استمهل في ابتداء الجواب لينظر في الحساب أمهله. اها مالك. أجاكو طلبا مهلت بيك نت ابتداء جوابه يعني هي جوابنا ده ما تصير لا ولو استعمل في ابتداء الجواب لينظر في الحساب بحساب ربنا أميلة أي مهلت بيضاين إلى آخر المجلس حتى الضاوية محكمة فاهم أنا بكتير يأخذ الكلام من؟ قال في ردة كاسيا إن شاء المدعين يعني شو ليش بوق أنا في رصيبة إلا أن يرضى المدعي مال فكده يا شيخ يا باي عندك مال عندك ما يصير يفصل ومن طلب طعم مال ومن طلب بزكاة مال عطسا بطلبتك وكاتك بخبتك بخبتك بدولة إسلامي مال فإن دعا دفعا إلى ساعي آخر وقالش ولا فلان مربعاتي أو الساعية زكاة طبتك الضيوي زكاة معموليكي هاتية الضيوي أبت أو غلط خالص يا أو تخمينيكو هاتية مالي من التخمين كريا يعني شكريا مال زيدا لخصية تمام وألزمناه اليمين مقصود كلا لازموي على وجهه وفنكله. سنة خولي. أو سنة خولي. تمام. وتعذر رد اليمين. آمن. رد يمين الشد ودي زكاة ممنوعة لك ويترد. سواء بأن لم ينحصر المستحقون في البلد.
يكون مستحق زكاة الباجر ده دي حد تنينين فرن من دول فرن وده يحط اللي كارج من ده يعني أزنا خوية زكاة الصون نخو من دا عليه الصون نخو ده فاتنة سر مدعية مدعية جتين أو أبيكم مستحق زكاة إيقا أو تب نقال ما بوان طوبك بالي أو جينا من حصل لكو دعوة ليه بكم بجت الصون ولا رد على السلطان والصاعي صون ما فدر سلمانشي ورد عنك رد صون دي بسد سلطان وصاعي بيجيبك تمام فالأصاع أنها تأخذ منه جكاته وشيبك أو بشي ولا قلت سليمة سقرة مشفلتن بني لأنه لم يأتي بدافعي شو بدافعي كي بدافع زكاة الكتان نعم دافعي تخميجي أزولان لأنه لم يأتي بدافعين كو في حقي شخو بدأ دفع كنت تشكيناني ميدانيا أو بدأ شو يعني شخو تشكي كو بجا كو باي أبياج سلم رابية تشكي سلسلة سل تنة يعني ظلمي المكرية ظلمي التكربة برات كو تشكي دي أدا زيدا اللي يخصى بارتا تشكي دي كرية زكاة دي تنة دي نعم دليل كده سيولا تنة دليل كده شاعد كنا يصول ناغو ماني كلام كده وصاني أصانا تخدم لا جناي قد كما إذ لم تقم علي حجة دهي سري قائمة مان أما وإن حصل المستحقون في البلد دي حبي ومنعنا نقل الزكاة وهو الأظهر أظهر جي أول زكاة ناية نقل كل شيء بجر ناسا تمام ردت اليمين عليهم أو اليمين بيرت كنفسا مستحقة ويتعدل على السلطان والصاعي يمين بيرت كنفسا مستحقة أي مستحق بيش ولا ندى أمين وإن قلنا باستحباب اليمين وهو الأصح المتقدم في باب زكاة النابتي لم يطالب بشيء اگه کمبین یمین فرض ده نه یمین سنت ده یک سنت داشی مجبوریت تونه یه وی گاوی اول دیر که دعوه زمین من آتیه کرنه من سوندکی نادست یعنی لم یطالب بشیئین یعنی نه زکات و نه یمین ها اره چی نایم طالب ای والا شکو آب یقشا یا به مدار ادایه شکو مثلا حق خوده یه گاوه که میری کشی دلی خو نده ناده ناده دیفتی کشی چاک مالي كلمك استبعد مالي حقيقة دي كوش خطاندنا هاتا شيئا كوش خطاندنا أزولا كوفيات شراب دبرهم يعني مالي بين تحظى صاد جهنمي دا جمي زكاة من أي ويدا تخل حساب يخد دي حقيقة كنت اجنبك أو دبا تشكيل دبا يعني كو إنسان يقول من دايا دايا قابا يقول من دايا دنا ويدي صوندي ون الدعوة تشكيل دي واد بي من دايا عندي أو نغو يخوضي طيب بلد كريم كذا ولو ادعى ولي صبي دينا له على شخص ولي صبي دينا لي صبي سلمي كتير دعوك يقول سلف لانكسي وفان كلام يريجي كو تنة ونكل عن الحلق وصون جنفل لم يحلف الولي ولي صنّا شما؟ أبد؟ شما؟ لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد يعني إثبات الحق نجس الإراء إثبات حقه يعني كنت رابي الصن بخوي وحقي حقي صبية قابية دولة يعني ايه الصوم بخو اجري حق حقي بيبا او بر حقي خبا صوم فا تبر حقي هيك دفا ناي صوم كور من وقيل يحلفوا لان مستوفي شنكي يعني او ابيك حق وفاتك يعني طلبة ايوه اللي صوم بخو تمكي ايكو الطلبة وفات دين بك وليا وليا من خش وقيل ان ادعى مباشرة سببه حلف
يندعم مباشرة السببية شو يعني؟ أجل دعمت كمباشرة السببية يعني مباشرة السببية مثلا دليل سبيل في مرمية أعوي ماري دائوي أبدي أخبر يندعم مباشرة السببية يعني بجس سببي دعونا ويش أبد أنا سبب ديني في مربي دي سبيل في مربي عاد سببي أنا. شو صبيجة؟ على فا أبي صوم بقى. وإلا أجا مباشرة هنا ما فلا يحدي بصوم. تمام. أسلمكم الله وغني كثيرا. ويانا. أمانة خدا فاطمة.